الله الله على الأزهر الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله وسألي بس الطيبين من ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بقدر تقول ما تشاء أنا والله أدعي لهم رب السماء وقول آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله وسألي بس الطيبين من ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بقدر تقول ما تشاء أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا وأنت بالمؤمنين رؤوف ورحيم. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقد انتهينا بتوفيق الله وعونه من أحكام الفعل المضارع ورأينا أن الفعل المضارع أهم الأفعال في لغة القرآن لأنه هو الفعل الذي فيه الإعراب وفيه البناء، وأما الماضي فهو مبني والأمر مبني، لأن الفعل المضارع متحرك بين الحال والاستقبال ولذلك فيه إعراب وفيه إيه؟ بناء. ورأينا أن الفعل المضارع يدل على التجدد، يعني المعنى فيه لا يتوقف وإنما يتجدد ويستمر بخلاف الماضي. الماضي انتهى أمره، فلان ذاكر إذا انتهت المذاكرة، فلان وصل إذا انتهى بوصوله إلى هنا. إذن الحركة في الفعل الماضي توقفت تماما. فعل الأمر الحركة فيه لم تبدأ بعد وإنما سيكون في المستقبل، لأن فعل الأمر يدل على حدث أمر المتكلم به المخاطب ليكون في المستقبل، يعني لم يحدث بعد. وإذا حدث مرة واحدة انتهى أمر. أما المضارع فإنه فعل يتجدد على الدوام وهو الذي يرسل الرياح. يرسل، إذن الإرسال
يتجدد في كل لحظة، في كل يوم، في كل ليلة. إرسال الرياح على الدوام يتجدد. لذلك كان الفعل المضارع في لغة القرآن الكريم أسمى الأفعال وأعلاها، وله من الأحكام أكثرها وأوفرها. رأيناه مرفوعا إذا خلى من الناصب والجازم، ورأيناه منصوبا إذا تقدم عليه ناصب، ورأينا في النواصب كلاما طويلا. في الجوازم رأينا الفعل المضارع يجزم بحرف، وهذا الحرف يجزم الفعل مفردا يعني وحده، يعني يجزم فعلا واحدا. ورأينا الأدوات التي تسمى بأدوات الشرط تجزم فعلين، يترتب الثاني على الأول. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن ترتب الفعل الثاني على الفعل الأول، وهذا يدل على أن الفعل المضارع كما له في معناه من الاتساع والاستمرار، نرى الفعل المضارع يرتب الأفعال عليه، يأتي بفعل هو شرط ويرتب عليه فعلا هو جزاء الشرط، جواب الشرط. هذا خلاصة ما قلناه في الفعل المضارع. صاحب الكتاب هنا يقف عند المرفوعات ليعددها. المرفوعات عددها وأمثلتها، وهذا مختص بالمرفوعات في الأسماء، يعني الاسم يرفع في أي موقع، في موقع الفاعل، نائب الفاعل، كذا كذا، سيعدد هذا إن شاء الله. إذن هذا الدرس معقود لتعداد الأسماء التي وقعت في موقع الرفع، يعني الاسم يكون مرفوعا في أي مقام، في كذا في كذا في كذا. هذا ما سنسمعه الآن إن شاء الله. شيخ فايز فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المأذن الشارحي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمهما وبعلم شيخنا حفظكم الله تعالى في الدارين، آمين. عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبع، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنا وأخواتها، والتابع للمرفوع. هو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. وأقول: قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه. نعم. وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. نعم. واحد. طبعا نحن قلنا أن الاسم يقدم على الفعل، لأن الاسم يدل على مسمى، وهذا المسمى يقع منه الفعل. إذن لو وجد الفعل معناه أن صاحب الفعل وهو الاسم لا بد أن يكون موجودا، وهذا مما يستدلون به على وجود الفاعلين وإن لم يكونوا ظاهرين. يعني حينما يترك الأستاذ كتابه ويذهب إلى مكان بعيدا عن الطلاب، يأتي الطالب ويقول: الأستاذ كان هنا، لأن الكتاب في مكانه الذي يجلس فيه. إذن الحدث يدل على محدثه، والفعل يدل على فاعله. ولذلك قلنا إن الفعل ارتبط بالفاعل ارتباطا وثيقا، لا يوجد فعل بدون إيه؟ فاعل.
وبهذا استدلوا على وجود الله عز وجل بهذا الكون الذي صنعه رب العالمين، لأن الصنعة لابد لها من إيه؟ صانع، وإن لم ترى الصانع، يعني رؤية الصانع قد لا تتيسر، أو قد لا يكون الرائي مستعدا لرؤية الفاعل، كما نرى أنفسنا حينما نطلب رؤية الله عز وجل. أقول لك هذا لا يكون، لأنك لست على استعداد لرؤية الله. لكن لو أن هناك شخصا، وهذا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه استعداد تام لرؤية المولى، فإنه سيراه جل وعلا. لماذا؟ لأن عنده الاستعداد. وفي الآخرة إن شاء الله تعالى سنرى ربنا عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا قد صرنا ونحن في الجنة على استعداد لرؤية مولانا الذي خلقنا في دنيانا وأكرمنا بصالح الأعمال وطيب الأقوال وأنعم علينا بالجنة. إذن نراه لأننا صرنا الآن مستعدين لرؤية الله عز وجل. إذن حينما يكون الاسم مقدما، لأنه أشرف من الفعل، لأن الفعل يكون من الاسم، ولذلك يقدم الاسم بعده إيه؟ الفعل، ثم يأتي الحرف، لأنه بمثابة الرابط الذي يربط بين الاسم والفعل، أو بين الاسم والاسم. لذلك كان الترتيب على هذا الحال: الأسماء، بعدها إيه؟ الأفعال، بعدها الحرف. الاسم له الرفع، والرفع له مواضعه، وله النصب، وله مواضعه، وله الجر، وله مواضعه، ولذلك سيعدد المرفوعات من الأسماء، ثم بعد ذلك المنصوبات، ثم بعد ذلك المجرورات. والرفع أشرف، لأن الرفع معناه علو، وأما النصب معناه الوقوف على حالة واحدة، نصب نفسه لكذا، يعني أوقف نفسه. إذن النصب لا حركة فيه، أما الارتفاع الرفع فيه حركة إلى أعلى، وأما الجر فإنه يكون على الأرض، يعني فلان يجر فلانا على الأرض. إذن الجر بعد النصب، والنصب بعد الرفع. إذن أشرف الحركات حركة الإيه؟ الرفع. سنسمع متى يكون الاسم مرفوعا. يكون في سبعة مواضع. تفضل كده. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع: الأول إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد. نعم. الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع من قولك: قطع الغصن وسرق المتاع. الثالث والرابع المبتدأ والخبر. ومعلوم بأن الفاعل ونائب الفاعل لا بد منهما في الجملة، لأن الفعل لا بد له من فاعل. إذا لم يوجد الفاعل لأنه ليس معروفا، وهذا ما قلناه عند نيابة المفعول أو غير الفاعل عن الفاعل، هذا لأن الفاعل لما لم يعلم، يعني كان مجهولا، أو كان الفاعل مما يخاف عليه المتكلم فلم يذكره، أو الفاعل ممن يخيف المتكلم، يخيفه، يعني قال له: أنا أخذت كذا، لكن لو قلت إنني فعلت لفعلت بك كذا وكذا، فخاف منه المتكلم. إذن هو لا يذكر الفاعل، إما لأنه مجهول، وإما لأنه يخاف منه، وإما لأنه يخاف عليه مثلا، وإما
لأن الفعل عظيم ووقع من عظيم، فلا يذكره لأنه معلوم. إذا لا يذكر الفاعل هنا لأنه معلوم، كما إذا قلت خلقت السماوات والأرض، لأن المخلوق وهو السماوات والأرض يعطينا إشارة إلى خالقه. معلوم أن الذي خلق السماوات ورفعها ودح الأرض ومدها هو الله عز وجل. طالما أن الفاعل معلوم، إذن يعني ذكره على اللسان ليس من باب البلاغة، إنما البلاغة تقول لك إن الشيء الذي يعلم لا يذكر وإنما يشار إليه. تقول رفعت السماوات دحيت الأرض، ومعلوم بأن الذي خلق ورفع ودحى وبسط هو الله عز وجل. إذن المرفوع مع الفعل إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائبا عن الفاعل، لأنه إذا لم يوجد الفاعل فلا بد من وجود إيه؟ نائب عن الفاعل. وهذا النائب قد يكون مفعولا به، وقد يكون جارا ومجرورا، قد يكون ظرفا، وهذا ما ورد من قبل. طيب، هذان موضعان. الموضع الثالث. الثالث والرابع المبتدأ والخبر، نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. معلوم أن المبتدأ يعني لابد أن يكون بعده خبره، لأنك إذا قلت مبتدأ وسكت نقول لك ما خبره، ما الذي جرى له؟ تقول محمد. أقول لك ما حاله، ما صفته، ما خبره؟ فتقول كريم. إذا أنت أخبرت عنه بأنه كريم بهذه الصفة. ولذلك يقولون الخبر وصف في المعنى، يعني هو ليس صفة نحوية وإنما هو من باب الوصف المعنوي. محمد كريم يعني وصفته بأنه إيه؟ كريم، وهكذا. إذن المبتدأ والخبر مرفوعان. لماذا؟ لأن المبتدأ شريف بشرف الخبر، وطالما أن المبتدأ له شرف الخبر إذن يعطيان أشرف الحركات. أشرف الحركات الرفع. إذن المبتدأ يرفع والخبر كذلك يرفع. طيب، بعد ذلك ستأتي كان وتأتي إن. نعم. الخامس اسم كان أو إحدى أخواتها، نحو إبراهيم والبر، قولك كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. الثالث خبر إن أو إحدى أخواتها، نحو فاضل وقدير، من قولك إن محمدا فاضل وإن الله على كل شيء قدير. طبعا معروف أن كان ترفع وتنصب. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، هكذا قال ابن مالك. من الأمور المضحكة أن الشيعة يدرسون الكتاب الذي هو شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، فلما وصلوا إلى هذا البيت ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه كان سيدا عمر، قال لا، عمر ليس بسيد. طيب هذا مثال في النحو، يعني كان المفروض ألا ننظر إلى شيء في العقيدة ونحن في علم النحو، لأن علم النحو يضبط الشكل فقط، لكنهم يكنون لسيدنا عمر كرها، و هناك ضغائن بينهم وبين سيدنا عمر. حتى لو كان اللفظ فقط عمر، سواء كان على سيدنا عمر أم على غيره، لا لا لا، ليس سيدا. فلما وجدوا هذا المعنى في نفوسهم قال مدرس النحو أنا سأغير البيت، مع أن هذه خيانة لأمانة العلم. فقال
ترفع كان المبتدى اسما وما يلي تنصبه ككان سيدا علي. هذا يعني حتى يرضى هؤلاء الذين يكرهون. لكن يعني الحقيقة هذا تعسف تعنت. النحو فيه أمثلة تكون لتثبيت القاعدة، مهمة المثال تثبيت القاعدة. أما ما في الكلام من عقيدة أو ما في الكلام من أمور تحتاج إلى تحديد في العلوم الأخرى، هذا له موطن آخر وشارع آخر وبحوث أخرى. فكان ترفع المبتدأ يعني تجعله مرفوعا على ما هو عليه، لكن تحوله إلى اسم لها، يعني كان الله غفورا رحيما، إذا اللفظ الجلالة صار اسما لكان، وغفورا رحيما هذا خبر لكان ولكنه تغير، بعد أن كان مرفوعا على أنه خبر للمبتدأ صار إيه؟ منصوبا. ونحن قد قلنا إن كان إذا كانت في جانب الله فإنها تنحل عن المكان وتنحل عن الزمان. لماذا؟ لأن الله غفور رحيم لكل عباده ولكل كائناته بلا زمان ولا مكان، لأن الله عز وجل لا يحويه مكان ولا يحويه زمان. إذن لو كانت كان في إطار وصف المولى عز وجل، إذن لا يقال فيه فيها كان فعل الماضي، وإنما يقال كان فعل يدل على الدوام، يعني غفران المولى دائم ورحمة المولى دائمة. أما كان لغير الله فإنها فعل ماض ناقص، يعني الذي يكون من وصف اسمها بخبرها يكون هذا في الزمان الماضي، كان محمد مجتهدا، إذا كان. أما الآن فليس مجتهدا، ولذلك حينما يعبرون عن واحد بأنه كان كريما، إذا هذا كناية عن كونه ليس كريما الآن، كان قبل ذلك كريما أما الآن فليس. هذا ما قلناه في كان مع أخواتها. إذا ترفع اسمها وقد كان مبتدا في البداية، وإن بالعكس، إن لأنها حرف والحرف لضعفه يعمل فيما بعده، أما كان لقوتها فإنها تعمل في البعيد عنها، لأن القوي يعمل في القريب والبعيد، وأما الضعيف فإنه يعمل في القريب فقط. ولذلك إن لأنها حرف تنصب إيه؟ اسمها، ويظل خبرها مرفوعا. أما كان فلقوتها فإنها تنصب الخبر البعيد وتبقي الاسم بجانبها على ما كان عليه، تقول لو أنت في جواري وفي حماي كن على ما أنت عليه، أما الخبر فلأنه بعد عني لا بد من تغييره. إذن لقوة الفعل يعمل في البعيد والقريب، أما الحرف فإنه يعمل في القريب فقط ويترك البعيد على ما هو عليه. إذن هذا تجميع للمرفوع في كان وإن. المرفوع مع كان هو المقدم، والمرفوع مع إن هو الإيه؟ المؤخر. طيب تفضل. السابع تابع المرفوع، والتابع أربعة أنواع. الأول النعت، وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. طبعا الفاضل جاءت مرفوعة لأنها وصف لمحمد، وصفة المرفوع تكون أيضا مرفوعة. وجاءت الفاضل بالألف واللام على التعريف لأن وصف المعرفة يكون معرفة. لكن حينما قال رجل
رجل من أي أنواع الكلمات؟ نكرة. إذن وصفها يكون أيضا إيه؟ نكرة. ولذلك قال قابلني رجل كريم. تفضل. والثاني العطف، وهو على ضربين، عطف بيان وعطف نسق. ومثال عطف البيان عمر، من قولك سافر أبو حفص عمر. ومثال عطف النسق خالد، من قولك تشارك محمد وخالد. معروف أن عطف البيان هو ما يكون فيه اللفظ الثاني مبينا للفظ الأول والمعنى واحد. حينما تقول سافر أبو حفص ثم تقول عمر، إذن أبو حفص فاعل ومعرفة، إلا أنه فيه شيء من الإبهام. أبو حفص هذا من يكون؟ فتقول عمر، إذن عمر بيان لأبي حفص، ولذلك يسمى عطف إيه؟ بيان. جاء الشيخ، من الشيخ؟ الشيوخ كثيرون الحمد لله في الأزهر وفي كل مكان. تقول جاء الشيخ إبراهيم، إذن إبراهيم بينت اسم الشيخ، ولذلك يقال عطف إيه؟ بيان. أما عطف النسق معروف أنه عطف التنظيم، يعني تنظم وتنسق. فعطف النسق تعطف ما بعد الواو، ما بعد حرف العطف على ما قبل. جاء محمد وعلي، جاء علي فخالد، جاء إبراهيم ثم فاطمة. إذن أتينا بحرف العطف لينسق الكلام، ينسق ما بعده على ما قبله، لأن التنسيق معناه التنظيم. إذن حروف العطف حروف لتنظيم المعطوف مع المعطوف عليه. وهذا أيضا يعني طرحنا منه شيئا. نعم. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه، من قولك زارني الأمير نفسه. والرابع البدل، معروف بأن التوكيد معناه تثبيت المعنى. توكيد المعنى يعني إيه؟ تثبيته. فأنت حينما تقول زارني الأمير وتسكت، السمع ربما طرأ في ذهنه أن الأمير مشاغله كثيرة، فإن قال واحد زارني الأمير فربما زاره نائب الأمير أو رسول الأمير، ثم هو يقول من باب التجوز زارني الأمير تجوزا، وفي الحقيقة لم يزره بنفسه إنما أرسل إليه. لكن حينما يقول زارني الأمير نفسه، هل يكون الإيهام الذي كان أم يرتفع الإيهام؟ يرتفع الإيهام. ولذلك التوكيد تثبيت للمعنى لدفع الإيهام، لدفع إيه؟ الإيهام. معروف أن الكبار إذا زاروا فإنه ربما يعني زاروا بأنفسهم، ولذلك حينما ندلل على هذا المعنى نقول زارني فلان نفسه. لكن حينما تكون الزيارة لا بنفسه وإنما بوكيل عنه، برسول منه، يقول زارني الأمير ويسكت من باب التشريف. فإذا سئل يعني أمير نفسه زار؟ لا لا، يعني أرسل إليه. لكن لو زاره بشخصه يكون تعبيره زارني الأمير نفسه. لذلك رأينا من الذين يشغلون المناصب أنهم في المناسبات، في الأمور التي يجب أن يكون الأمير فيها حاضرا أو صاحب السلطان يكون حاضرا، نراه إذا لم يستطع الحضور لظرف من ظروف الحياة يرسل من ينوب عنه. ولذلك كان رئيس الجمهورية مثلا في أي مثلا وفاة لواحد من كبار العلماء يرسل نائبا عنه،
ويدخل على الناس كأنه هو الرئيس بشكل محدد، ويقال هذا مندوب الرئيس، يعني جاء لا يكون في موقع الرئيس مؤديا العزاء، مؤديا التهنئة، مؤديا كذا، لأن الرئيس لا يستطيع مع كثرة المهام أن يقوم بنفسه في عمل كل أمر، إذن هو ينوب عنه. فجاء التوكيد في اللغة لدفع الإيهام إذا كان الفاعل فعل بنفسه. زارني الأمير، إذن الزيارة جاءت من الأمير بنفسه هو، ولذلك يكون التعبير بطريق التوكيد، زارني الأمير إيه؟ نفسه، لدفع الإيهام. هذا في التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فالأمر فيه معروف، أنك تعيد اللفظ، ذاكر ذاكر ذاكر. إذن هو أراد أن يثبت الأمر فأعاد الأمر للمرة الثانية والثالثة ليثبت المعنى، حتى إذا لم يذاكر ضربهم على أم رأسه، قال أنا قلت لك الأمر أكثر من مرة، أما سمعت؟ ولذلك تثبيت اللفظ بإعادته أكثر من مرة يقال هذا توكيد لفظي. توكيد إيه؟ لفظ، وكله لتثبيت المعنى. نعم. والرابع البدل، ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك. نعم. البدل لا يزيد الكلام بيانا ولا وضوحا، وإنما البدل على نية العامل، وكل ما فيه أنه يثبت المعنى أيضا. جاء علي ثم تقول أخوك، وكأنك أردت أن تقول جاء علي جاء أخوك، إذن أنت على نية إعادة الفعل، على نية إيه؟ إعادة الفعل. إلا أنك جعلت الثاني بدلا من الأول وحذفت الفعل الثاني اكتفاء بالفعل الأول. إذن البدل على نية تكرار العامل، وهكذا يقول النحاة، يقولون البدل على نية إيه؟ تكرار العامل. أما عطف البيان فليس على نية تكرار العامل، يعني هم يقولون كل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا، كل عطف بيان يصلح أن يكون إيه؟ بدلا. إذن ما الفرق؟ أقول الفرق دقيق، عطف البيان العامل فيه واحد، عطف البيان العامل فيه إيه؟ واحد. أما البدل فالعامل فيه مكرر، العامل في البدل إيه؟ مكرر، إلا أنه حذف الثاني اكتفاء بالأول. جاء خالد أخوك، كأني قلت جاء خالد ها جاء أخوك، حذفت جاء الثانية اكتفاء بجاء الإيه؟ الأولى، وجعلت الثاني بدلا من الأول. إذن جاء خالد، هذا هو الفاعل، أخوك بدل. إذن البدل على نية العامل. أما في عطف البيان فليس هناك نية عامل، لأن العامل إيه؟ واحد. إذن الفارق سهل، عطف البيان فيه عامل إيه؟ واحد، أما البدل ففيه إيه؟ عاملة. تفضل يا سيدي. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. لا صديق، صح، صديقك
لأنه مرفوع. وأخوه، يعني لو اجتمعت هذه التوابع النعم والعطف والتوكيد والبدل يقدم النعت. لماذا يقدم النعت؟ لأن النعت يكون ملابسا للمنعوت، يعني النعت والمنعوت كالشيء الواحد. حينما علمنا الله عز وجل البسملة قال بسم الله الرحمن، ذكر الايه؟ النعت، وذكر النعت الخاصة به، لأن لفظ الرحمن يخص الله عز وجل. هل يصح أن نصف إنسانا بأنه رحمن؟ يصلح؟ لا يصلح، إنما يقول فلان الرحيم، فلان إيه؟ ولذلك لو اجتمعت صفتان إحداهما تخص المنعوت والثانية تشترك بين المنعوت وغيره، ما التي تقدم؟ الصفة الخاصة أم الصفة العامة؟ ها؟ الخاصة. ولذلك يقدم الرحمن لأنه وصف خاص بالله، ويؤخر الرحيم لأنه وصف مشترك، يكون الوصف لله ويكون لغير الله. اتضح؟ ولذلك جاء النظم على هذا الحال بسم الله الرحمن ثم الرحيم. طيب، إذن يقدم النعت على بقية التوابع لأنه يلابس المنعوت، يعني كالمنعوت تماما. حتى إن النعت في بعض المقامات يستغنى به عن المنعوت، حينما تقول عن الشيخ الشعراوي جاء المفسر، أصل الكلام إيه؟ جاء الشيخ الشعراوي المفسر، إلا أنه إذا ذكرت الصفة عرفت، لأنها لمن؟ ولذلك حينما تقول جاء المفسر إذن عرف بأنه من؟ الشيخ الشعراوي. وهكذا النعت يكون في مقام المنعوت، طالما هو متعلق بالمنعوت تعلقا تاما ومتصل به اتصالا وثيقا، اذا لو وجد النعت يقدم على غيره. اذا نحن في التوابع نقدم الايه؟ النعت. بعد النعت تاتي بالبيان، يعني عطف البيان، لان البيان فيه ايضا شيء من النعت لانه ايضاح. فتقول جاء الرجل الكريم علي، ثم تؤكد نفسه، ثم بعد ذلك تأتي بالبدل تقول صديقه. إذن البدل في النهاية، إذن النعت ثم العطف، عطف البيان ثم التوكيد، ثم يؤخر عطف النسق، وبذلك تكون الجملة قد انتظمت تماما. جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقه وأخوه. بعد هذا الدرس الذي جمع فيه المرفوعات سيدخل على المرفوعات واحدا واحدا، ويأتي بعد ذلك بالمنصوبات ويجعلها أيضا على هذا الحال. طيب، أول المرفوعات الفاعل، الصفحة التالية صفحة 60 عندي، تفضل كده اقرأ لنا باب الفاعل. باب الفاعل. قال: باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأقول: الفاعل له معنيان،
أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل، وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف. فاعل لغة من فعل الفعل في اللغة، فاعل هو صاحب الفعل، تقدم، تأخر، فصل، أعرب رفعا، رأيته من غير إعراب أصلا. إذن اللغة فيها الفاعل الذي أحدث الفعل، أوجد الفعل، سمي إيه؟ فاعلا. لكن علماء النحو حينما أرادوا أن يحددوا الفاعل قالوا هو الاسم، إذن لا يصلح أن يكون الفاعل فعلا ولا حرفا، وإنما الفاعل لابد أن يكون إيه؟ اسم مرفوعا، إذن لا يصلح أن يكون منصوبا وإلا صار مفعولا. ثم يشترط أن يتقدمه فعله، لأن الفعل يتقدم على فاعله ليشير إلى فاعله، يعني الفعل يتقدم لأنه إشارة إلى إيه؟ فاعله. إذا تقدمه فعله سواء وقع منه أو قام به. طيب اقرأ لنا مرة أخرى تحديد الفاعل. الاسم المرفوع. وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف. نعم. فلا يكون واحد منهما فاعلا وهو إلا إذا سمينا واحدا بفعل، يعني قدر أن واحدا تخرج من كلية اللغة العربية ومحب للغة فسمى ولده ضربة، وهناك في السجل المدني قال هل هذا اسم يا رجل؟ قال يا أخي أنا نقلت الفعل إلى باب الأعلام، فماذا ترى أكتب؟ فكتب الاسم اسم المولود ضربة، واسم أبيه محمد، إذا ضرب ابن محمد مثلا. طيب حتى في الإعراب نقول جاء ضربة لأن اسمه ضرب. في الإعراب يقال في اللغة هذا على سبيل الحكاية، يعني حكينا الفعل في باب الأعلام فيظل على حركاته التي هو عليها في أصله، يعني يظل مبنيا على الفتح. وعند الإعراب يقال جاء ضرب ويقصد به هذا الشخص، المسمى ضرب جاء فعل ماض وضرب فاعل كأنه اسم لهذا الشخص الذي وصل. ثم يقال مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات الحكاية، منع من ظهورها اشتغال المحل بإيه؟ حركات الحكاية. وقد مثل شيخنا أياما كنا طلابا صغارا بتسمية بعض العرب بجملة كشاب قرناها، قالوا سمى واحد ابنته بشاب قرناها لأنه يبدو أنها لما ولدت بشعر أبيض، يعني شعرها على هيئة الشعر الذي شاب، فقال الرجل شاب قرناها فسميت شاب قرناها، مع أن هذه جملة تراها مكونة من فعل وهو شاب وقرناها فاعل. ثم نقلت الجملة إلى باب الأعلام فصارت علما على هذه البنت،
يقال جاءت شاب قرناه ورأيت شاب قرناه ونظرت إلى شاب قرناه. هل نغير من ضم إلى فتح إلى ضم؟ لا، تحكى الجملة في جميع ألوان الإعراب بشكل واحد، يعني هي حكاية جاءت من باب الجمل على ما هي عليه، ويعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بحركات الحكاية. لكن في الأصل القاعدة في الفاعل أنه اسم ليس بفعل ولا بجملة ولا بحرف. هذا ما أراد الشيخ أن يوضحه. نعم. وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. نعم. أما الصريح فنحن نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. في مثال قال يا نوح، قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذا نوح فاعل لقال مرفوع، وإبراهيم فاعل لإيه؟ يرفع. إذن الفعل هنا صريح، صريح يعني جاء مصرحا به لا تأويل فيه. النوع الثاني هو المؤول بالصريح. تفضل. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، فإن حرف توكيد ونصب. فأن حرف توكيد ونصب. فأن حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. الفاعل المؤول بالصريح هو الذي جاء على هيئة جملة بدأت بإن أو أن، وطبيعة الحال الجملة إذا بدأت بإن تكون من أول الكلام، يعني لا تقع فاعلة. أما التي تقع في موقع الرفع أو النصب أو الجر فإنها الجملة التي تبدأ بأن بفتح الهمزة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. إذن الكلام في معناه أولم يكفهم إنزالنا القرآن عليك يا محمد، هذا هو الفعل الصريح أولم يكفهم إنزالنا، إلا أن الجملة انفكت بأن وما دخلت عليه، وهذا الفك مهمته أنه يثبت المعنى أن إن وأن للتوكيد، والجملة أقوى في أداء المعنى من الكلمة الواحدة. يعني لو قلت أولم يكفيهم القرآن أو قلت أولم يكفيهم إنزالنا القرآن أقوى من كل هذا أن تأتي بالمعنى على هيئة جملة تبدأ بأن مع اسمها مع خبرها جملة كاملة. وكما يقال عند البلاغيين الجملة الاسمية آكد وأثبت للمعنى من الجملة الفعلية. فإذا كانت الجملة الاسمية آكد من الفعلية إذن هذا بالأولى يكون آكد من المفرد الذي يأتي فاعلا. يعني الفعل إذا كان مفردا بكلمة واحدة هذا أمر صريح، أقوى من هذا الأمر الصريح أن تأتي بالفعل في هيئة جملة، الجملة تبدأ بأن وأن للتوكيد،
ثم يقول أن إذن اسمها نا، ونا مدغمة يعني هي أصلها أننا، ولكن لما كثرت النونات أننا، كم نونا؟ ثلاثة، لأن أن بالتشديد الحرف المشدد بإيه؟ بحرفين، ونا بعدها، إذن ثلاث نونات. ولذلك تحذف نون هذه الثلاثة وتدغم النون الأولى في الثالثة فتصبح الكلمة إيه؟ أن، إذن أنت خففت، بدل أن كانت النونات ثلاثة صارت النونات إيه؟ على نونين فقط. طيب، أن أنزلنا، أنزل فعل ماض ونا فاعل، والجملة خبر أن، والجملة خبر إيه؟ خبر أن. وأن وما دخلت عليه من اسمها مع جملة خبرها في تأويل فاعل ليكفي، يعني أن وما دخلت عليه في محل رفع أو في تأويل فاعل مرفوع، وتقدير الكلام إيه؟ أولم يكفهم إيه؟ إنزالنا. إذن كل هذا لتثبيت المعنى، يعني أولم يكفهم هؤلاء الذين يسمعون القرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب أولا ثم أمرناك بأن تتلوه عليهم. كان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول إن القرآن لو نزل على واحد فينا لاحترق، لم يستطع أن يتلقى القرآن من ربه، والله عز وجل قد صرح بهذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا، خاشع يعني يندك متصدعا لخشية الله، لكن الله عز وجل أنزله على قلب رسول الله أولا، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم مجهز بألوان الاستعدادات الربانية لتلقي كلام المولى عز وجل، ثم بعد ذلك يخرجه من قلبه على لسانه على قدرنا نحن. إذن حينما ينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتحمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مستعد مؤهل بألوان الكمالات البشرية التي بها يستقبل من الله عز وجل كلامه، ثم بعد ذلك يعطينا كلام ربنا ولكن على قدرنا، لأن النبي بشر، إذن ويجلس بيننا يحدثنا ونحدثه. إذن هو حينما يعطينا ما قاله المولى عز وجل نتحمله، لكن لا نتحمل القرآن إذا أتانا مباشرة ممن؟ من الله عز وجل. لذلك كنا نقول هذا الكلام حينما نتحدث في صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، لم يقل على سمعك، ولم يقل على رأسك في عقلك، لا، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن نزل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى قلبه واستقر فيه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره حينما يسمع القرآن يردده، فقال له ربنا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به،
إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سنجمعه لك في قلبك وسنقرأه على مسامعك بلسان رسول الوحي الكريم عليه السلام. طيب، سمع والقرآن دخل إلى قلبه، لكن حينما يريد أن يقرأ هو بلسانه ليسمع الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع يا رب؟ قال: ثم إن علينا بيانه، يعني إذا أردت أن تقرأه نحن الذين سنقرئك القرآن، وترى القرآن يخرج من قلبك على إيه؟ على لسانك بإقراء المولى عز وجل. ولذلك قال سبحانه: سنقرئك فلا تنسى، يعني سنعطيك القرآن ليكون في قلبك، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تخرجه من قلبك أخرجناه على لسانك فلا تنسى شيئا، لأن الفاعل هو الله عز وجل، وأنت آلة يا رسول الله، أنت أداة التنفيذ. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مهيئا بأمور أعدها ربنا عز وجل فيه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم يعني تقرؤون في هذه المسائل أنه صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماوات. طب لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مستعدا، يعني كان كواحد فينا، هل يستطيع أن يرى الإنسان نفسه في لحظة هناك في مكة؟ ده لو أنك خرجت من الباب رأيت نفسك في مكة تموت مباشرة، يعني حينما يرى الإنسان نفسه أنه خرج على باب داره فرأى نفسه في مكة، ماذا يعني يكون به حينما يرى نفسه عند الكعبة ويراها بعينه وهو كان الآن هناك في مصر؟ أظن يعني ربما خرجت روحه ودفن بجوار الكعبة. ولذلك بعض الذين أعطاهم الله عز وجل من الدرجات الله تبارك وتعالى يستر عليهم درجتهم عند ربهم، يعني يعطيهم ويستر عليهم. لماذا؟ لأنه لو انكشف عن نفسه وهو في درجته ربما مات صعب. حكى لنا شيخنا نجم الدين الكردي رحمه الله رحمة واسعة، قال: أنا سمعت هذا من فم الشيخ، كنا في درس الجمعة فجاء هذا المعنى، فقال: كنا نحج مع شيخنا العزامي وهو شيخ طريقة النقشبندية بعد شيخنا محمد أمين الكردي والد شيخنا نجم الدين، يعني شيخنا نجم الدين والده وشيخنا محمد أمين، لكنه لما كان صغير السن أعطى الطريق لشيخنا العزامي وكان من علماء الأزهر الكبار وكان وليا من الأولياء الذين لهم في العلم ولهم في العمل، فأعطاه المولى عز وجل درجة الولاية وله أنواره وله كراماته. أنا رأيته لكن لم أشعر بالتلمذة عليه، إنما أنا قرأت عنه وسجلت حياته وستخرج أو يعني خرجت في مجلة التصوف أو في بحوث التصوف. المهم أن شيخنا نجم الدين قال: كنا في الحج فرأينا رجلا فلاحا مصريا يشد وسطه بشيء من القصب، القصب الذي يشرب من العصارات، القصب في نهاية العود ترى له ورقة طويلة
فالرجل جاء بورقتين وأشد وسطه، وهذا لا يوجد في أرض الحجاز. قال: فلما رأينا الرجل الفلاح يشد وسطه، الناس تعجبوا، هذا الرجل ويشد وسطه، يعني هو يعمل، وجاء ليصلي الظهر. فقال لشيخنا، وكان شيخنا مكفوف البصر، شيخنا العزامي كان مكفوفا، يا شيخنا هنا واحد من أهل مصر يشد وسطه بشيء من القصب. فقال: ائتوني به، تعال، الشيخ يريد أن يكلمك. فجاء الرجل ورجل صالح، سلم على الشيخ وقبل له. فسيدنا الشيخ قال له: من أي البلاد؟ قال: أنا من العزبة، العزبة يعني بلد صغير التي بجوار هذا المسجد. قال: العزبة من أي المراكز؟ قال: مركز طوخ، هذه في مصر، وهم الآن عند الكعبة. قال: لو أنت تصلي هنا على الدوام، أم يعني كل مرة، كل شهر، كل أسبوع؟ قال: يا سيدنا الشيخ، أقرب المساجد لي هذا المسجد. أنا أخرج من حقلي الذي أعمل فيه، وحينما أخرج أرى المسجد أمامي، أدخل فيه، فهو أقرب المساجد لي. قال: تصلي فيه؟ قال: نعم، في الفجر آتي إلى هنا، في الظهر هنا، في العصر هنا، في المغرب هنا، في العشاء هنا. الشيخ أشار على الناس، قال: اسكت، لا يتكلم أحد. ثم قال: طيب، أنت عندكم قصب؟ قال: نعم، عندنا قصب كثير، وأنا عبد، يعني لم يكن حرا. قال: أنا عبد وسيدي فلان. قال: يعني وسيدك يعلم أنك يعني تأتي إلى هنا؟ قال: نعم، أنا أقول لسيدي في هناك مسجد قريب سأصلي فيه على الدوام. فقال لي: مأذون لك، معك الإذن في أن تصلي. قال: ألم يأتي معك سيدك؟ قال: لا، هو يصلي في مسجد آخر. قال: طيب، يعني تستطيع أن تأتينا بشيء من القصب؟ قال: نعم، إن شاء الله، وأنا آتي في صلاة العصر أتيك بالقصب. طبعا الرجل لا يعرف درجته، ولا يعرف المسجد الذي هو فيه، ولا يعرف أنه في الحرم ولا شيء. هو نفسه لو سألته عن الكعبة لا يعرف أنها الكعبة، أنه لا يتخيل الكعبة، يعني يرى بناء، يعني ربما لو سألته ما هذا يقول: أنا لا أدري، أنا أصلي وفقط. فالرجل ذهب وأعطاه الشيخ 10 قروش، قال: هات 10 قروش قصبا لهؤلاء الإخوة. شيخنا النجدين قال: وفي العصر رأينا حزمة من القصب، يعني فيها 50 عودا، ووضعها على حائط المسجد الحرام. طبعا هذا غير موجود أصلا في أرض الحجاز. الرجل جاء بالحزمة ووضعها في المسجد، وبعد أن صلى العصر جاء للشيخ. يا سيدنا الشيخ، نعم، الأمانة وصلت. قال: هات القصب. ما بالقصب، كسروه وأعطوا لكل واحد نصيبه. ثم قال له: ما اسم الرجل الذي أنت عبده؟ قال: والله سيدي يسمى فلان. فأشار الشيخ على واحد، قال: اكتب اسمه. كتب اسمه. قال: يعني أنت تأتينا إن شاء الله في الأيام؟ أنا معكم على الدوام، أنتم هنا وأنا أتيكم في هذا المسجد القريب. الشيخ ستره ولم يفتح أمره، وإنما تركه حتى عاد الشيخ إلى مصر، ثم دعي في هذه البلدة ليلقي فيها خطبة الجمعة، وكان دائما يقوم بالخطبة والدرس، ويقوم بعمل الختم، يعني الحضرة، ثم يقوم للغداء عند من دعاه. وهو في الغداء قال: أنا أريد فلانا، يعني صاحب القصة. فجاءوا العبد،
فسلم على الشيخ وقال اسمع الشيخ. قال أين سيده؟ قال هو جالس. طيب نادى عليه، نادى عليه، فأسر إليه الشيخ وقال هذا العبد له درجة عند الله لا يعلمها، فعليك أن تحافظ عليه لأن فضل الله عليك بسببه. قال يا شيخنا أنت تعلمه؟ قال يا أخي أنا سأقول لك كلاما لكن لا تخبر. قال ماذا؟ قال هو يصلي. قال نعم هو يصلي في مسجد قريب. قال أتدري المسجد القريب؟ قال لا أدري. قال هو يصلي في الحرم على الدوام. فهذه درجة أعطاها له المولى عز وجل وهو لا يدري عن نفسه، فاستر عليه لأنه لو عرف ربما مات. قال إذن هو حر يا سيدنا الشيخ، أنا حررته. فلما علم العبد بكى، أين أذهب؟ أنا معك على الدوام. فقال الشيخ ابني له مسجدا واجعله خادما فيه. وفعلا بنى له مسجدا ودق له كما يقال طلمبة مياه يدفع فيها والناس يتوضؤون ويقوم على خدمة المسجد حتى أتاه اليقين. ولذلك نقول يعني الدرجات عند الله عز وجل أحيانا يعطيها المولى تبارك وتعالى لعبده ولكنه يستر عليه، لأنه ليس من الخير له أن يتعلم أو أن يعلم. طيب ماذا يعني في قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا؟ إذن التقدير في الفاعل أولم يكفهم إيه؟ إنزلنا. وأنا أذكر لشيخنا الجعفري رحمه الله ورحمة الله واسعة قال لنا ونحن أنا كنت تخرجت جلس وقال قال أعرفوا يعجبني أن تذاكر العلم. انظر للفاعل تقدير يعجبني إيه؟ مذاكرتك، لأنك تأخذ المصدر. يعني إذن المؤول الفاعل المؤول يكون من مصدر الفعل الموجود. إذن تأويل الفاعل يكون من ماذا؟ من مصدر الايه؟ الفعل. أن أنزلنا إذا نقول أنزل إنزالا. يعجبني أن تذاكر يعني يعجبني إيه؟ مذاكرتك. ولذلك الذين كانوا يجلسون بدأوا يعرفون. أنا كنت أيامها مدرسة في المعاهد فتركت الذين من حولنا يعرفون. يعجب فعل فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول. إذا يبقى الفاعل طالما قلت فعل ومفعول إذا يبقى الإيه؟ أين الفاعل؟ أن تذاكر على تأويل يعجبني إيه؟ مذاكرتك. كل هذا يدل على أن الفاعل يكون على أمرين، إما أن يكون صريحا وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل وهذا هو الشائع، وإما أن يكون الفاعل إيه؟ مؤولا بالصريح. والمؤول بالصريح يكون على هيئة جملة تبدأ بإيه؟ بأن، أو تبدأ بأن كما رأينا في الآية. فالفاعل على هذا نوعان، فاعل صريح وفاعل إيه؟ مؤول بالصريح. طيب تفضل يا سيدي. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، وقولك أعجبني ما صنعت. نعم. التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. نعم صحيح. طبعا أعجبني ما صنعت، إذا ما أيضا تسمى ما مصدرية، ما تسمى ما إيه؟ المصدرية، لأنها تؤول ما بعدها بمصدر. ومعنى التأويل يعني هي مع الفعل تؤدي معنى المصدر، وهذا المصدر يقع فاعلا، يقع إيه؟
فاعلا، وسيأتي المفعول أيضا يكون مؤولا بأن وما دخلت عليه أو ما وما دخلت عليه. إذن المصدر قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون مجرورا، ونحن الآن في الفاعل. إذن الفاعل هنا مؤول من أن أو أن أو ما وما دخلت عليه. طيب تفضل يا سيدي. وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحد منهما فاعلا. نعم. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها. المذكور قبله فعله، إذن حينما ننظر في المبتدأ نراه مرفوعا لكنه لم يسبق بفعل، طالما لم يسبق بفعل إذن هو مبتدأ وليس فاعلا. ولذلك حينما نقول قام محمد، محمد فاعل، لكن لو قلت محمد قام يعرف محمد ايه؟ مبتدأ. لماذا؟ لأن الفعل لم يتقدم، وإنما الفعل ايه؟ تأخر. والفعل المتأخر يكون على ما هو عليه في الإعراب، قام فعل الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره قام ايه؟ هو. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لايه؟ لهذا المبتدا. احد شيوخ الكلية كلية اللغة دكتور عبد الكريم شعبان عليه رحمة الله كان رجلا نحويا محككا، كم من شيوخنا في أيام جاءوا بالثانوية العامة، يعني الذين كانوا في المدارس، وفتحوا الباب ليدخلوا الكليات الأزهرية، فدخل منهم البعض إلى كلية اللغة. طبعا هو لم يؤهل تأهيلا تاما كالطالب الأزهري لدخول كلية اللغة، هي فتحت سنة واحدة ولم يفلحوا، ولذلك أغلق عليهم الباب في العام التالي. دكتور عبد الكريم شعبان عليه رحمة الله وضع هذا المثال على السبورة، محمد قام، ونظر في الطلاب فقال قم يا بني اعلم. طبعا هذا سهل بالنسبة لطالب أزهري، لكن هذا من التربية والتعليم. فقال محمد قام، يعني محمد فاعل، هو نظر في المعنى، يعني هو الولد أراد طالما هو لم يحكم المبنى نظر في المعنى، فوجد أن المعنى أن القيام حصل من محمد، إذن هو فاعل. قال فاعل الشيخ، أسف حزن وذهب إلى شباك لمكان المحاضرة وجلس في الشباك، قال والله لم يوجد واحد في هذه الكلية قال بهذا القول أبدا. ثم قال من أين أتيت يا بني؟ أنت من الأزهر؟ قال لا أنا من التربية والتعليم. قال هذا هو الفساد. ثم قال خذ أوراقك من الكلية واخرج وابحث عن مكان آخر هناك في الأزهر، سترى كلية معهد الدراسات العربية يدرس لكم لأنه يعلم جهلكم فيبدأون معكم، أما هنا فلن تكون. والشيخ كان يعني محبا للكلية، ولذلك قال له اذهب عنا لست منا ولست منك. فلذلك نحن نقول إذا تقدم الفاعل صار مبتدا، والجملة بعده تكون خبرا عنه، وفاعل الفعل المتأخر يكون ضميرا مستترا، والجملة من الفعل والفاعل في محل إيه؟
رفع خبر لإيه؟ لهذا المبتدأ. تفضل. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها. نعم. فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. تقدمهما حرف. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. لا، ليس فعل واحد منهما، يعني كان محمد كريما لم يكن فاعلا لمحمد ولا فاعلا لكريم، وإنما جاءت كان ناقصة، ولذلك كان فعل المضي ناقص. معنى النقصان أنها لا تحتاج إلى فاعل، وإنما تحتاج إلى اسم وخبر. تحتاج إلى إيه؟ إلى اسم وخبر. إذن كان حينما يقال كان محمد كريما يقال إن كان فعل مضي ناقص، ومعنى النقصان أنها لا تحتاج إلى فاعل، وإنما هي تدل على أن الحدث الذي كان في داخل الجملة لم يكن في العهد الحاضر، كان محمد كريما إذن وليس كريما في هذا الوقت، إنما كان كريما في إيه؟ في الزمان الماضي، إذن لا تحتاج إلى فاعل، إنما هي ناقصة. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق، وشتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر، وشتان زيد وعمر، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهما فاعل. هذه أسماء تعمل عمل الفعل، يعني هيهات اسم فعل بمعنى باعك. أنت حينما تقول لفلان أنا أراك أنك يعني لم تذاكر، لا أنا ذكرت وكذا وكذا وسأنجح أكثر منكم، أقول له هيهات، يعني هذا أمر بعيد. إذن حينما أقول هيهات المذاكرة يعني بعدت، هيهات العقيق يعني إيه؟ بعد العقيق. العقيق هذا مكان يعني في جبل، العقيق فيه حجارة حمراء، إذن هيهات العقيق يعني بعد هذا المكان الذي فيه حجارة حمراء، بعد. فهيهات هيهات العقيق ومن به خل بالعقيق نواصله، هكذا قال الشاعر. وسيأتي إن شاء الله إن كان الشيخ سيتكلم في اسم الفعل. وأيضا حينما يقول شتان زيد وعمر، ما معنى شتان؟ يعني هذا بعيد عن ذاك، يعني كل منهما في وادي، يعني زيد رجل مستقيم وعمر لا ليس على استقامة. إذن شتان يعني بعد ما بينهما، هذا في شرق البلاد وهذا في غربها. اسم الفاعل سيأتي إن شاء الله حينما يكون على صورة فاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا. يا الله وسهل بس الطيبين.
العلماء بحرهم متى شاءتنا الله أدعيلهم رب السماول أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد.